Bonjour les enfants. النهاردة هنعمل une petite révision على الـ unité 1 التوبي la toupie علشان الامتحان بتاعنا نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. تمام، انا كنت قايلة انه اهم حاجة عندي اللي هنعرف بعض الكلمات كده نراجع عليها بسرعة، زي une toupie يعني نحلة، and true ثقب اللي هو يعني الخرم الفتحة الصغيرة، دو لا كول الصمغ او اللزق، دي سيزو المقص، دي فتر الالوان، اون اليمات عود كبريت، ان رون ان كارتون يعني دائرة من الكرتون، ان بالون كرة او بالولة الاتنين بينفعوا، ان متر معلم مدرس، اون متراس معلمة او مدرسة، ان انفون طفل، ان اليف تلميذ، وان اليف تلميذة برضو، اون في ورقة شجر، وان كريون قلم رصاص. الفربات اللي بنستخدمها في الانيتي دي فابريكي يصنع، كولوريي يلون، دوني يعطي، ديكوبي يقص، كولي يلزق، امي يحب، بريفيري يفضل، اكوتي يسمع، فير يعمل او يفعل، مونجي ياكل، اكرير يكتب، الي يذهب، جوي يلعب، فيزيتي يزور. واحنا لو اخذين بالنا انه معظمهم هي افعال المجموعه الاولى ما عدا فير واكرير والي، الثلاثه دول افعال تعتبر من الافعال الشاذه. طيب انا ايه المهم عندي في الانيتي دي؟ السوجي بتاعي المهم جدا 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 وبيجي دايما في الامتحانات، بور فير ان تو بي الفو، علشان اعمل النحله دي هحتاج لايه؟ ان رو ان كارتون دائره من الكرتون، اون اليومات عود كبريت، دو لا كول لز، دي سيزو مقص، دي فتر الوان. بيجيب لي بيقول لي كده بور فير انتو بي الفو، يكتب لي نقط، ممكن يحط لي الخمسه او يحط لي خمس نقط، يحط لي ثلاثه، المهم ان انا بقى ايه عارفاهم كلهم. طيب بالنسبه لكومون فير انتو بي بقى، ازاي نعمل التوبي ده؟ ممكن يجي لي ترتيب، يجي يقول لي رانج او رانجي، كومون فير انتو بي، دي كوب لو ران هنقص الدايره، كولوري لوران هنلون الدايره، في انترو دون لوران هنعمل خرم صغير زي هنا كده اهو، هنعمل فتحه صغيره هنا عشان نعرف نحط فيها عود الكبريت بتاعنا، انفيل ان اليمات دون لوران يعني هنحط العود الكبريت ده هندخله جوه الفتحه الصغيره اللي احنا عملناها. تمام، طيب هل ممكن يجيب لي سيتياسيون بالعربي؟ ممكن، فبرضه نراجع على تخبر مدرسك انك لم تفهم، جو نو كومبرون با، دي مهمه قوي ودي مهمه قوي. تطلب من زملائك ان يصمتوا، تيزيفو، تطلب من صديقك ان ينتهب، في اتونسيون. تمام، تطلب من اصدقائك ان يسمعوا الدرس، ايكوتي. هنا يا اولاد احنا بنستخدم صيغه الامر، صيغه الايه؟ الامر، تيزيفو في اتونسيون، ايكوتي، تيزي في ايكوتي، دي كلها افعال امر. طيب ده كده بالنسبه للسوجي او الفوكابولير بتاعنا. طيب مطلوب مني هنا اهو لي فيرب لو بريزون، لو بريزون يعني المضارع، لي فيرب دو برومي جروب. احنا متفقين ان احنا الفرنسي عندنا تروا جروب، اولى ثانيه ثالثه، الاولى والثانيه احنا متفقين الاولى او اخرها او ار، الثانيه اي ار، الثالثه دي مجموعه الشواذ اللي هم اخرهم الوار اللي هي او اي ار، او اي ار، او اي ار، او ار او، والشواذ الافعال اللي بتبقى طالعه من المجموعه الاولى او الثانيه. تمام، احنا هنا هنركز على المجموعه الاولى. المجموعه الاولى اهم حاجه فيها ان هي اللي بيميزها ان هي اخرها او ار، اخرها او ار. طيب هنا اهم حاجه عندي طبعا هي افعال كتير جدا، طبعا هنا بقى بيقول لي ان المجموعه الاولى دول كلهم اخرهم او ار، ما عدا واحد كده طلع مش كويس من المجموعه دي وقال لا انا مش عاجبني المجموعه دي انا هطلع منها، شذ عنها، وهو فيرب الي اللي هو جو في، تو فا، ايل فا، ال فا، نوز الون، فوز الي، ايلز اون، ايل فون، ال فون، ده فيرب الي. هو اخره او ار فعلا، بس هو يعتبرش من المجموعه الاولى، يعتبر فعل من الشواذ فبيروح على المجموعه الثالثه. نرجع بقى للمجموعه الاولى، هنا ده فيرب اكزامبل كده زي فيرب ديسيني، احنا قايلين كده كنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان احنا الفيربات اللي يكون اخرها او ار، همسك الاو ار وهشطب الاو ار دي خالص من الفيرب، وهبتدي انزل الفعل بتاعي من غير الاو ار،
واحنا متفقين ان الار دي انا بسميها الغطاء بتاع الفرب بتاعي الاساسي. طب احنا شلنا الغطاء الاساسي، كل واحده من السوجي هنا او البرونون سوجي اللي عندي زي جو اتيو الايل والال والنو والفو الى افيك اس الى افيك اس هيتغطى بغطاء اخر. ايه هو الغطاء ده؟ كل واحد فيهم ليه غطاء، زي ما انا مثلا بحب اتغطى بالبطانيه غيري بتحب يتغطى باللحاف، مش كلنا بنتغطى غطاء زي بعض صح. طيب الجو اختارت غطاء خفيف كده اللي هو الاو، التيو بتسقع شويه فغط خدت الغطاء بتاعها او اس، الايل والال اخدوا او، النو عشان هم كتير فغطاهم هيبقى اكتر هتبقى او ان اس، الفو او زد، الالافيك اس والالافيك اس هياخدوا او ان تي. يبقى القاعده بتاعتي او الرجل بتاعتي اللي انا المفروض ان انا ابقى واخد بالي منها او فاهمها كويس قوي، ان الجو اخرها او اتيو، او اس الال والال، او نو او ان اس، فو او زد، الافيك اس والافيك اس او ان تي. مع احترامي بقى ان كل الكلام ده هيتحط بعد حذف الاو ار واكتب الفعل الاول وبعدين ابص على السوجي بتاعي. ما ينفعش حضرتك تكتب لي الجو وحضرتك تحط لي او، فين الفرب بتاعك؟ لازم تحط الفرب هنا الاول وبعدين احط الترمينيزون بتاعته، اشوف السوجي الاول بتاعي وبعدين احط الترمينيزون بتاعته. اخد بالي من النقطه دي كويس جدا. تمام، زي اهو يعني احنا هنا اهو اهو اللي حل حل شطور. جو فيزيت علي هو هنا فرب اخر او ار، انا هاخد الاو ار هشطبها اهو زي ما هم عاملين كده اهو. تمام، وهكتب الفعل الاول بعدين ابص على السوجي بتاعي، اه جو اه يبقى اخره ايه، الغطا بتاعه ايه، يبقى كده ايه بالمظبوط. تمام، ده كده الفربات بتاعه الاو ار. طيب شفت رانيا كاني شايفه قلب بالظبط. تمام، شفت في هنا علي ده كاني شايفه ال بالظبط. خلاص شفت علي ايه، اتوا بتساوي فو، علي اموا بيساوي نو، يبقى لما اشوف كلمه موا اعرف ان اللي وراها ايه كلمه نو، يبقى اعمل كونجوجاسيون على الفرب على انه نو. نفس الحكايه هنا، شفت توا يبقى هعمل الكونجوجاسيون بتاعتي على ان هي فو. تمام، طيب عندي لسون تاني عن لي كولور. لي كولور تمام، دي عندي الالوان، انا عندي بعض الالوان متقسمه عندي نصين، نص محترم انا بسميه، انا بسميه على انه محترم. يعني ايه محترم؟ يعني ما بيفرقش بين البنت والولد كده، وقال لا اللي احنا عندنا مساواه، البنت زي الولد بالظبط، ما عنديش اي مشكله فيهم. وعندي ناس تانيين قال لا البنت دي كائن ضعيف لازم حاجه تساعده. خلاص نيجي للناس اللي هم كويسين الطيبين دول اللي هم زي مين؟ الروج، الجون، المارون، الروز والاورانج. تمام، دول زي بعض بالظبط، الروج بتفضل روج زي ما هي في الفيمينا، ماسكولين وفيمينا بيفضلوا زي ما هما، الجون نفس الحكايه، المارون نفس الحكايه، الروز والاورانج نفس الحكايه. مين بقى المتنمرين؟ اول واحد البلو، بلو ماسكولين فيمينا هزود له او، فير ماسكولين فيرت هزود لها او لما تبقى ايه مع الفيمينا هتبقى خضراء، جري نفس الحكايه هزود لها او، وهتتنطق جريز لان الاس لما احط وراها الاو تتنطق زد. نوار الاسود نفس الحكايه اوكي، والبلون هنا حطينا اش او اللي هو ابيض برضو او، بس حطينا الاش مع السي ليه بقى؟ عشان السي وراه او هتبقى سو، هتبقى بلونس مش هينفع، احنا عايزينها بلونش. تمام، هنا فيولي هتبقى فيولت، عملت دوبل تي او، وفي الاخر برضو ان هي في الاخر او برضو. طب ايه اللي يعني انا ازاي هتعامل مع الموضوع ده او هعمل ايه من الموضوع دوت؟ في حاجه، لا توبي، لا توبي جايب لي هنا فيولي وجري وروج، انا اخترت الروج اول حاجه هو اخر او اه، بس كمان الروج ينفع للبنت والايه والولد. تمام، لي ستيلو سون اه، كلهم في ال في البلوريال في الجامع هيتحط لهم اس ما عدا جري لان هي اصلا اس اخرها اس فمش هحط لها بالتالي اس. تمام، طيب لي ستيلو سون جري، لو كايي ايه. طيب هنا بقى في ولاد بقى يجوا يقولوا لي ايه بقى، ممكن ما يبقاش عارف قوي كده الموضوع قوي، يقول لي ايه بلو جون والله كلهم في الاخر اخرهم ايه، طب انا هاخد ايه؟ لا انا هنا هختار اللون اللي هو ايه اللي ما بيتغيرش اللي هو الجون،
اخره اي اه بس هو ايه ما بيتغيرش من الماسكولين والفيمينين. جي ان وازو، هنا ان وازو انا ما عنديش مشكله فيها، عندي ان وازو نوا ان وازو فيولي، هنا هو عاملها غلط نوار، هنا فيولي ليه؟ لان نوار وجريز للايه للماسكو للفيمينا، فيولي للايه للماسكولين. لا جوب طبعا هنختار نوار اللي اخرها او. تمام.